أنت تتحدث عن معركة لكن لم نرى حتى الآن هذا السلاح الذي يتحدث عنه الغرب وأمريكا. ولكن تم تزويده لأوكرانيا سيادة العقيد. تم تزويدهم، هل استعملته أوكرانيا؟ لماذا اليوم لا تستعمله أوكرانيا؟ هذا هو السؤال. يوم واحد غير كافي أنك أنت يعني تستخدم كل طاقاتك. أها. اليوم هو اسمه ألم تتدرب عليه القوات الأوكرانية؟ لا، لكن أنت اليوم كأوكرانيا أمام الضربة الجوية الكثيفة الصدمة والترويع، أمام هذه الحالة هناك سلوكية تستخدمها أنت. وعلى الأغلب يفضل الدفاع السلبي في مثل هذه الحالة، لا تظهر، يعني حاول المحافظة على نفسك. ويبدو أن الأوكرانيين أتقنوها بدليل على أن عدد الخسائر أقل بكثير من ما هو ولا يتناسب مع حجم الهجمة.